مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. هذا ان شاء الله نتكلموا على الكوكسيديا بالنسبه للاجراءات الاولى اللي خصنا نديروها الى مرضنا شي ارنب بالكوكسيديا. من الكوكسيديا شحال من مبتدئ كيسمع كوكسيديا كيصحاب يقول لك كوكسيديا راه ما عرفتش شي مرض ما عرفتش كي داير. وهو الكوكسيديا هو منين هو لا دياري يعني منين كتجرى لهم كرشهم يعني الارانب كي يعني البراز ديالهم كيولي جاري بحال الماء، هذاك هي الكوكسيديا. اي الكوكسيديا المشكل ديالها انها كتعدوى، يعني الناس اللي عندهم قطيع او عندهم تربيه الارضيه هذيك الكوكسيديا كتعدوى. انا سموق علي البارح كانت الشتاء كما كتلاحظوا معايا انتم الهضره سارده، هذا الكاج هنايا عمرت بالماء. منين كنت حاط له الخبز هنايا الماء دار فوق هذا الخبز هذا وعمر هذاك الخبز عمر، ويعني منين نط في الصباح طليت على كما كتشوفوا معايا هانتوما، منين طليت على هاد الميكا اللي راني داير له من التحت لقيت باللي البراز ديالو عباره عن مياه يعني مياه سوداء. المهم الاجراءات الاولى اللي خص اي واحد نشوفوا هاد المشكل كاين وهو انكم تقدموا له شي حاجه يابسه. اول حاجه عطيتها له كما كتشوفوا راه مسكين كياكل دابا، عطيت له الفصه يابسه. الناس اللي عندهم التبن مزيان، التبن حتى هو مزيان، ولكن اهم حاجه تبداو بها وهو الخل. الخل واحد معلقه درتها له مع الماء، انتما هذا درت له فيها معلقه ديال الماء، هذه غير طاسه عاديه درت له فيها معلقه ديال الخل. دابا لاحظوا معايا ان البراز ديالو بدا كيتجمع له، انتما لاحظوا معايا هذوك البراز ديالو شويه راه شويه ما باقي ما مجموعش ولكن ماشي عباره عن سوائل. القضيه ديال الجرب يعني خاص الاحتياطات من الجرب سمو درت هاد البخاخ. هاد البخاخ ماشي شي حاجه ماشي كنقول لكم كيتشرى، وانما هو عباره عن ماء عمرتها بالماء ودرت فيه واحد معلقه ديال جافيل اتشي يعني الروح ديال جافيل، ودرت معاه شويه ديال الخل معلقه ولا المقدار اللي بغيتو ماشي مشكل صافي. وانكم كتبقى هاد الاكثريه القناص خصهم يترشوا بهذه الطريقه هكا ثم وشديت واحد يعني واحد الفرشات هاد الجهه كانت شي شويه يعني ما بغيتش نوريكم ديك البشاعه ديال المنظر. المهم كانت عامره يعني بالوسخ ديالو فركسها هكا يعني تولى هاد الشبيك يعني ها نتوما كما كتشوفوا راه نقي ونظيف. يعني هادو هما الاجراءات الاولى اللي غادي ممكن انكم ديروا. عاودوا الفيديو راه ملي تشوفوا يعني هاد الميكا الناس اللي دايرين كاش ودايرين ميكا بحال هاد الشكل هذا مباشره كتنوضوا في الصباح كتشوفوا هنايا ها نتوما الا لقيتوا البراز ديالو يعني حبات مكركبه صافي راه مزيان. لقيتوا سوائل سوداء هكا عرفوا راه هذيك راه الكوكسيديا. الكوكسيديا خصكم تعرفوا سمو بعدا السبب من ديالاش. اول حاجه شوفوا السبب، يعني الا كنتو كتعطيهم مثلا خضره راه جرات لهم كرشهم، الا كتعطيهم شي حاجه جاريه نبات يعني اخضر راه جرى لهم كرشهم. نتوما بغض النظر على المسببات صافي مباشره كتمشيو كديروا اول حاجه معلقه ديال الخل ديروها لهم مع الماء. ها هي صافي درتوا معلقه ديال الخل. الاكل يكون ناشف، اي حاجه تكون ناشفه، ومن الاحسن يكون التبن. شحال من واحد غادي تجي غريبه انه يعطيهم التبن، ولكن راه واحد كيخدم واحد الدرجه يعني فعال 100%. التبن عطيه لهم والفصه اليابسه وتا الخبز ولا النخاله ولا اي حاجه يابسه. الحبوب لا، عطيهم في الاول شي حاجه يعني من احسن التبن. هو التبن كيجمع لهم كرشهم. منين ديروا هذه الخطوات هذه النظافه خص الكاج يبقى بحال هكا. انتم كما كتشوفوا معايا البيض راه كان يعني الكاج يعني ديك البراز ديالهم مع داير بحال سائل، هو سائل يعني هذه الجهه كانت سوداء. يعني شديت واحد الفرشه ودرت شويه ديال جافيل في الماء والخل وبقيت كنفرك. دابا راه مزيانه ولاحظوا ان حتى البراز ديالو انتم تبارك الله راه بدا كيتجمع
الناس اللي عندهم قطيع يحاولوا ان انكم منين تشوفوا الفرشات الارضيه يعني عمرت عفوا اللي عندهم قطيع وعندهم التربيه الارضيه حاولوا انكم هذيك الارض يعني تنقيوها مزيان نقيو التنظيف يعني خصكم ديروا واحد العمليه ديال التنظيف مباشره القضيه ديال الناس اللي عندهم كيجان هذه الطريقه انتم كما كتشوفوا طريقه بسيطه وسهله للغايه الناس اللي عندهم قطيع حاولوا انهم يشدوا هذاك يعني الناس اللي عندهم قطيع وكيربيو في ليكاج يشدوا هذاك الارنب اللي مصاب يحيدوه يفرزوه بوحدو حتى يعتنيوا به حتى يبرا وعاد يردوا لان هذه الكوكسيديا هذا المرض هذا راه كيتعدوى يعني ممكن ان غير اللمس ديال 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 الكاج هكا الا مشاو واحد كانت فيه لا دياري والاخر ما فيش صافي الاخر حتى هو كيتعدوى اذا الحلقه ديالنا هي هذه يعني اجراءات بسيطه كل شيء موجود عندكم في الدار الخل والتنظيف وجافيل بلا شك ان اي ضاره فيها جافيل نقيو مزيان وديما يكون عندكم واحد شويه ديال التبن خليوه عندكم يعني الحاله ديال الطوارئ يعني سموه الطوارئ وهو ملي يكون الكوكسيديا منين تضرب الكوكسيديا مباشره عطيوه التبن وان شاء الله كيولي مزيان الناس اللي غادي يقول لك لا حنا بغينا شي حاجه فوريه 100% راه عندي واحد الفيديو داير على حساب الامهات ان الامهات كيكونوا كيرضعوا ما يمكنش اننا بحال دابا هذا الارنب هذا ممكن انه يومين نهار الثالث عاد يبرى يعني كتبقى كرشو كتجمع بشويه ولكن الناس اللي بغاو داكشي يكون فوري يعني لان الام المرضعه الى ما رضعتش يعني الصغار ديالها غير واحد اليومين نهار الثالث راهم غادي لا قدر الله يقدروا يتطرد لهم تطرام شي حاجه ويقدروا يموتوا لان الصغار ما كيمرضوش ما كيصبروش خصوصا في البرد ما يصبروش خصهم ضروري الرضاعه اذا الاجراءات الاولى وهي واحد الدواء راه بشري سميتو سميكتا كديروا خنيشه راه كتباع خنيشات كديروا خنيشه مع الماء وكديروا واحد المحقنه وكتحيدوا لهذيك الابره وكتشربوه لها مباشره في الحلق ديالها يعني تحلوا لها فمها وتعطيوا لها راه حتى هو هذاك يعني جد فعال يعني بعد ساعه صافي كتجمع لها كرشه كتولي مزيان اما بالنسبه لهاد الاجراءات الاولى اللي واحد القطيع مثلا ذكور ولا صغار ولا الخل راه سلاح يعني مزيان الكوكسيديا هذه الحلقه ديالنا هي هذه كنتمنى انني ما نكونش طولت عليكم ونكون خفيف عليكم الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا قناه غاديه بالدعم ديالكم كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم تكيو على زر جيم ساندونا في زر جيم وتكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله الى اللقاء في الحلقه المقبله.